انا من السكان ديال باب ريان جماعه الدرب وعزة عمله نواصر. سكننا هذه 5 سنين، خديت التقاعد ديالي، جيت باش ارتاح. فعلا ارتاحينا واحد شويه، ولكن كنخرج شويه في العطل، كنخرج من المغرب. ملي جيت كنتفاجئ بمعمل ماشي وحده صناعيه تحطت حدانا. الغريب هو اننا قمنا بشكايات للسلطات المحليه، كيجيو كيوقف بمجرد ما ينسيهم كيبدا ثاني العمل. وهاد الماده اللي كيخدم بها السيمون، كنعرفوا السيمون اش فيها، كيعمل بالبيتون ارمي، كيزود واحد لا ريزيدونس هنا، ولي ريزيدونس اللي كيخدم فيهم خارجين على دار بوعزة. وفعلا اضر بالساكنه باكملها، لان الا شفنا الوليدات اش كيوقع لهم. انا كنت كنعالج الربو، وجيت هنا باش ارتاح، تزادني الربو، وليت دابا ما كنحيدش فونطولين من جيبي. اون بليس زياده على ذلك هي النباتات. حنا خصنا نحافظوا على البيئه. لا شفتوا النباتات، داكشي مؤسف جدا، لان جميع النباتات يمكن تشوفهم، غادي نشوفوا النباتات من شهر لشهر كنبدلوا النباتات. النباتات كلها ماتت، بالاضافه لذلك السيارات. السياره الا ما حطيناهاش في الكراج وحطيناها برا، كنا زربانين الصباع باغي نمشيو، كنلقاو ماشي، ما كيبقاو السيارات، كاين شي حاجه ما عرفنا هي، الله اعلم. وما الحل؟ كنا اتصلنا به، قالنا اعطيونا مهله ديال شهرين، فاتت راه 7 شهور ما دار معنا حتى شي حل. وحنا دابا خصنا الحل، نشوفوا هذا السيد اش عنده. هذا السيد راه طغى بكلمه غادي نقولها، هذا السيد انه طغى، لان بزاف هذه الحشومه ما احترمش وليداتنا. كما قال الاخ، واش يمكن هذا الشيء يحطوه حدا دارو ويشوف شنو هي النتائج؟ يعني هذا شعار حشومه، راه اضر بالساكنه باكملها. الوليدات عندنا كل شيء ولا عنده لازم. انا عندي البنيه ما تكرفصات ليا، يعني هذا شعار، خصنا حل. ساكنه ديال هذه الاقامه ديال باب الريان بضرب وعزه، هذه سنتين باش جا ان بروموتور هنايا وحط واحد لا سونترال. هاد لا سونترال كدير السيما باش كيتصنع فيها البيتون وكل شيء، دونك كيخدم في الليل في النهار، ما كننعسوش. ومن غير هادشي كامل الصداع ماشي هو اللي مشكل، المشكل هو في السيمه اللي كتصنع حدا السكان. هنايا ساكنين كاع لي ترونش داج، الناس الكبار، الناس الصغار، الناس المويان، لي زونفون. دونك ميمكنش سونترال تكون محطوطه حدا الناس. حنا متاكدين بان امبوسيبل تكون عنده اون اوتوريزاسيون، حيت اون سونترال ما كتكونش حدا الساكنه. سونترال كتواجد هنا، المنزل ديالي كيتواجد هنا، كاين واحد ميم با 10 متر بيناتنا. دونك الا خرجتي 5 دقائق الا خرجتي كتلقى راسك وليتي كلك ابيض بسبب هاد السيمه اللي كاينه. بيان سور مرضنا في هاد العماين اللي فيه الرب، ولا فيه اكثر من، ولا زعما ديما عنده دايوغ، انا بعدا اللي فيه الضيقه، تزادت عنده الضيقه بسبب هاد السيمه هادي اللي كتطلق. لي بلونت ما بيضين، مساكن ما كيعيشوش، كلشي كيعاني، كلشي كيعاني. ودائما كنبقاو فايقين بالليل، لان وكنخدموا هذا، وكيخدم السبت الحاد هذا، وزيد عليها زعما المشكل الكبير اللي كاين هي السيمه اللي كاينه حدا الناس. السيمه كتصنع حدا الناس. طبعا مشينا عند السلطات في شهر 2 من قبل، العام اللي فات اول مره تفاجئنا بهاد السونترال محطوطه حدانا، ما عرفناش شنو هي. ابخي لو سوار ميم بدات الصناعه ديال البيتون. دونك مازال كنعقل انا الليله الاولانيه، تخلعت 3 الصباح هذاك الشيء خدام، كنت مشيت لعند الجندارم. اي كيوقفوهم، ماشي ما كيوقفوهمش، ولكن شكون اللي عطى هاد الرخصه؟ واش كاينه رخصه ولا ما كايناش؟ هذا هو السؤال ديالنا في هاد ديال الساكنه كامله، حيت
بحيث ما يمكنش السيما تكون حدا الناس. ومن بعد تواصلنا مع المنعش العقاري وعطانا كلمه بان من بعد 3 شهور غادي يلقى فين يحط هاد لا سونترال. بيان سور خصها تكون بعيده على السكان كيف ما بغاو يكونوا، في اقامات، في بوادي، لان هاد المنطقه هادي اللي حدانا اللي مجاوره لنا نورمالمون ماشي حنا الوحيدين اللي متضررين، راه كاينين بوادي حدانا، كاينه الزراعه، كاين الحيوانات الاليفه اللي كتعيش هنايا، وهذا كلشي كيتضرر من هاد. كنطالبوا باش نعرفوا واش هاد لا سونترال اللي اوتوريزي شوز كي امبوسيبل تكون اوتوريزي، وكنطالبوا باش تحيد من حدانا. لا واخا تكون عندها اوتوريزاسيون خصها تحيد من حدا السكان، ما يمكنش اون سونترال تكون حدا السكان. انا متاكده بان الناس الاختصاصيين في هذا المجال هذا، انا مأكده بان غادي يتفاجئوا فاش غادي يسمعوا بان كاينه سونترال على بعد 10 متر من حدا الناس، وكل واحد فين كيتواجد. حنايا الاقامه ديالنا غاديه كامله في طول واحد، يعني كلشي متضرر.